الجامعه المتعلقه بسوريا في المجلس الثقافي البريطاني بريتش كانسل، مستشار اختصاصي في تسويه النزاعات والسلام المستدام، لديه خبره في دراسات بناء السلام وتحليل النزاعات وتعزيز دور الشباب، ماجستير في دراسات السلام والصراع من جامعه سانت اندروز. اداره هذه الجلسه راح تكون للدكتور قيس ديري، المدير الاقليمي لشبكه إغاثة سوريا. الجلسة مدة ساعة ونصف. دكتور قيس يدير العملية في الساعة الأولى، وفي نصف ساعة الأخيرة نحاجة لنأخذ أسئلة من الحضور. الأستاذ جندلي. أستاذ جندلي خمس سنوات في العمل الإنساني، ممكن تشرح لنا من وجهة نظرك وبخبرتك دور المنظمات السورية بالاستجابة الإنسانية في سوريا ونقاط القوة اللي لاحظتها والتحديات أثناء عملية الاستجابة من خمس سنوات؟ شكرا جزيلا دكتور قيس. الحقيقة أنه من خلال العمل لفترة أكثر من خمس سنوات راح أبدأ فكرتي اليوم من مستوحاة مما حكى السيد رامش، بأنه منظمات المجتمع المدني الحقيقة قامت بدور الحكومة أو بدور الوزارات في ظل غياب هذه الأجسام التي هي المفروض أنها تسعى لتقديم العون والاحتياج للمعوزين. في ظل الخمسين سنة الماضية في بلدنا سوريا الحبيبة لم يكن هناك دور للمجتمع المدني حقيقة، حيث لم يكن يسمح لهذه المنظمات ممارسة دورها الحقيقي. وأن وجدت بعض المنظمات على قلتها وندرتها فهي كانت تخضع للرقابة من الأجهزة الأمنية وكثير من المحاظير التي تمنع العمل الإنساني بشكل جيد. مع بداية الثورة السورية ظهر احتياج كبير للناس من حيث توفير الطبابة وتوفير الأغذية، وخصوصا مع تزايد أعداد المعوزين في سوريا، مما دفع بعض الناس الموجودين بالداخل السوري وكذلك الخارج السوري للمساهمة بشكل كبير بإنقاذ أهلهم. ومن ثم تطور العمل رويدا لأن تبدأ تتبلور فكرة الجمعيات والمؤسسات التي ترونها الآن رائدة في هذا المجال. وهذا التطور إذ كان يعود فهو يعود لإصرار وعزيمة الشباب السوري أنه لن يتراجع عن تقديم الإغاثة والمعونة لأهله. وأخذت إدارة هذه المؤسسات ببناء قدرات حقيقي يشهد له جميع المؤسسات سواء الدولية أو وكالات الأمم المتحدة الذين قاموا بشراكات حقيقية مع هذه المؤسسات. ولا ننسى دور العربي الكبير الذي قامت به المؤسسات سواء كانت في الخليج العربي مشكورة أو في بعض الدول الأخرى في المساهمة بإعطاء هذه المؤسسات إضاءات حقيقية على بناء المؤسسات بشكل حقيقي وبناء قدرات كوادرها والانتقال بهم من الحالة العاطفية إلى الحالة الاحترافية. فنشهد اليوم في تركيا على الأقل عدد هائل من المؤسسات مسجلة لدى منصة الأوتشا، وهي شركاء مع صندوق التمويل الإنساني الـHF، وكذلك شركاء مع منظمات الـINGOs الموجودين، وكذلك المؤسسات العربية والخليجية والإسلامية. هذه المؤسسات حقيقة هي تبني دور حقيقي للمجتمع المدني في الداخل السوري، تساهم ليس فقط بتقديم الإغاثة التقليدية من مأكل ومشرب وأدوات غير غذائية، إنما تطورت لتدخل شق التعليم والحماية وإيجاد دور أكبر للمرأة السورية، حيث أنها
هي شقائق الرجال وهم نصف المجتمع. فقامت عدة مؤسسات لحماية المرأة وحماية الطفل، سواء كانت من المنصة التركية أو من البلدان المجاورة الأخرى، ولكن مع أخذ بعين الاعتبار الأنظمة والقوانين التي تحد نوعا ما من عمل هذه المؤسسات في البلدان الأخرى. المنظمات الموجودة حاليا في تركيا حقيقة هي لبنة حقيقية للمجتمع المدني السوري، تساهم بجدية في بنائه وإعادة الأمل أن يكون الدور الحقيقي في سوريا المستقبل، سوريا القادمة إن شاء الله، لمنظمات المجتمع المدني تكون شريكة للحكومة أو للأجسام الحكومية القادمة لكي ترسم خريطة سوريا في المرحلة القادمة إن شاء الله. شكرا سيد جنبي. بس حبذا لو قلت لنا من خلال خبرة الخمس سنوات نقاط القوة اللي حصلت بالمنظمات السورية خلال الاستجابة والتحديات اللي واجهت وما زالت عم تواجه المنظمات السورية في الوضع الراهن. لنكون قريبين للحقيقة بشكل واضح، فعلا نحن من نقاط القوة انه فعلا كما تفضلت الشيخة حصة مشكورة انه نملك رصيد يعني نحصد عليه هذه الثروة من هؤلاء الشباب اللي فعلا استطاعوا خلال سنوات قليلة انه هن يطوروا من قدراتهم، بالرغم من انه هن ما كانوا بهذا المجال استطاعوا فعلا انه يطوروا من قدراتهم، استطاعوا فعلا انه يبنوا خطة ومستقبل لمنظماتهم بحيث يساهموا ببناء المجتمع السوري القادم. اما من ناحية التحديات فهو تحدي حقيقي انه نحن بعد هذه السنوات لابد من ان ننتقل من مسألة الإغاثة الى مسألة التنمية المستدامة واعادة البنية التحتية لسوريا. فهناك مخاوف كثيرة تقابلنا من ناحية سواء التمويل، من ناحية العلاقة مع المنظمات الدولية، ونتطلع أن تفتح العلاقة بشكل مباشر مع الدول صديقة سوريا قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ جندلي. سؤال أستاذ هاني بنا، أهلا وسهلا بك أستاذ. خبرتك أكبر من أنه تلخص البلدان اللي زرتها عديدة جدا والأزمات اللي أنت عاصرتها أكثر من تعد. بخبرتك اللي تفوق 20 سنة، كيف ترى دور المجتمع المدني في الحالات الحادة من الأزمة، وكيف ترى دورها فيما بعد؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للشبكة. أنا حضع بعض المحاذير العامة اللي أنا لابد أن ألتزم بها وتلتزم. طبعا هني الشبكة إن الموجودين هنا لا يمثلون نسيج واحد من أنسجة المجتمع، بل يمثلون أنسجة مختلفة من المجتمع الوطني السوري والمجتمع الدولي. ودي رسالة لكل الشبكات والاتحادات والتكتلات أن يتميزوا بالتمايز ووجود عناصر مختلفة من أبناء المجتمع داخل المؤسسة. فحذاري فعملنا نحن بعض المحاضير المهمة جدا، ودقت تجاوب على السؤال بتاعك. النحبة، أنا مش هأحبة إن شاء الله يكون 60 سنة ولا 600 سنة أعيش بإذن الله سبحانه وتعالى بفكرتي بعد ما أموت. حذاري أن نقر أو تقرنا الحاجة أو نتراجع، حذاري أن نتراجع، حذاري أن نضيع كرامة النازع واللاجئ صاحب المال الذي ينفق من ماله علينا. حذاري ألا نتنازل عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية كمؤسسة. الشعار أصبح دلوقتي مصيبة، لو شعاري مش موجود مش جاي، لو مش هتكلم في الأول مش جاي. حذاري من الحوكمة الغير الرشيدة اللي بتخلي الإنسان قاعد على الكرسي زي المخلل أو زي المش، جوز المش كده ولا الأصعب بتاعت المش، أو زي الأوروبي اللي هو الويسكي المعطر.
عايز يمشي. وانت ما تمشي انت كمان حمشيه. هو بقى مش حمشيه زقفه عشان تمشيه. صوتوا على ميرسي يلا. عدالي. عدالي ان نعمل دور المرأة واول من دعم الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة. دكتور اللي بتبداي نتكلم عنه ده دلوقتي. لما نلاقي ان السيدة خديجة كانت ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم في الادفوكاسي واللوبينج والفاينانس الحاجات دي كلها. وصفت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتماعية قبل ان يبعث. حداد اصبعي هو ماشي وصور صباعي يا دكتور ايه مصطفى. بالك حداد من التربح والتكسب من العمل الخيري. علق في جهنم من عروبة. عدالي ان انا اجيب بنتي وابني وخالتي وعمتي في المؤسسه. ايوه تبقى عامله ايه؟ فاميلي بيزنس. خلاص؟ عدالي ان انا ما نتحدش. نعمل كوليشن ونعمل فورم ونعمل اتحادات حقيقيه مش سوريه كل واحد عامل له اتحاد عشان يلم بيه تبرعات او جمعيه عشان يلم بيه. لا يعني لا يعني لا. يموت الطفل وانا بتربح. لا يعني لا يعني لا. اقول حذاري ايه تاني بقى؟ خلاص بقى حذاري. انت قلت اسالك ايه؟ سؤالي ببساطه دور مجتمعات المجتمع المدني في الحالات الحاده من الازمه وما بعدها. هو المجتمع المدني فيصل قاطع في كل مرحله من مراحل البناء ومراحل الصدمات ومراحل التنميه في كل حاجه. في الغنى بنغني، في الشعر بنشعر، التمثيل بنمثل، تعرف تمثل شويه وهكذا. فالمجتمع المدني مفصل قاطع هو اول. والدوله التي لا تؤمن بالمجتمع المدني وتقويه مؤسساته هي دوله هشه. سهل ان تخترق هشاشتها بعض المؤسسات المتطرفة وتحولها إلى دولة فاشلة. فالمجتمع المدني محوري تقاطعي يقوي أساس الدولة وأساس المجتمع ويبني نهضة الدولة. بناء أو رقابة؟ الاثنين. المجتمع المدني شريك للدولة في الثلاثية أو الرباعية. في الغرب بنسميها ثلاثية، قطاع خاص، الحكومة، المجتمع المدني. في الشرق من وجهه نظري انا لابد ان يدخل هذه الثلاثيه الابحاث والثينك تانك بيسموها ايه؟ مجال. لان احنا ما عندناش. مصيبتنا ما بنبحثش. مصيبتنا ان نصحى من النوم بفكره انا الواد المعلم وانت ايه؟ انت الصنايع يعني. وانا الواد المعجزه، الطفل المعجزه. اصحى من النوم بفكره. ما ينفعش. ما فيش بحث. ما بنصرفش على الابحاث، ما بنصرفش على الثينك تانك خالص. فالرباعية في المجتمع في الدولة العربية بالذات أن يكون في رباعية، الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، وبالذات والخصوص اللي هم الأبحاث والأكاديميين والثقافة. عظيم، شكرا جزيلا أستاذ بنا. نعود لك أستاذ زياد. أستاذ زياد، بطبيعة عملك ليس في مجال الإناث بالتحديد، إما هو ما حول الإناث. كيف ترى دور المجتمعات المدنية اللي بمجال عملك في حالات استجابة طارئة والمستقبلية؟ في صعوبة حقيقية إنك تحكي مع الدكتور مهند، مع الدكتور هاني، لذلك أبذل جهد حتى أقنعكم. الحقيقة يعني السؤال الإشكالي ممكن التعبير عنه بدقيقتين صعب، بس أنا ممكن أحكي عن ثلاثية أخرى غير ثلاثية الدكتور هذا. الثلاثية متعلقة بهيكليات المجتمع المدني اليوم ودوره في العملية الإغاثية أو العملية المدنية بشكل عام. في عندي ثلاث نقاط رئيسية يجب التركيز عليها اليوم. رقم واحد هو الهوية، بمعنى نحن بأنو اتجاه عم نصوغ مؤسساتنا لحتى تتبنى النفس المدني العام. الدولة أو السلطة ولا نتخلى ولا للحظة عن الناس. العنصر الأميز في دورنا اليوم اللي حكاه الدكتور هاني أن علاقة مباشرة
للمجتمع. رح نحكي عن الأدوات بعد قليل، بس أنا قبل ما نخلص بهذه النقطة، في مفهوم ملتبس بين شغلتين. رقم واحد، المجتمع المدني ككل، اللي هو تعبير عن مجمل التاريخ الحضاري الإنساني الاقتصادي لمنطقة جغرافية، وبين تعبيرات المنظمة اللي هي هذا الشكل اللي قاعدين أمامنا اليوم على هذه الطاولة. نحن تعبيرات منظمة عن مجتمع مدني، لذلك ما كثير موافق يقول إنه لم يكن هناك مجتمع مدني في سوريا قبل 2011. لا، كل تاريخ سوريا هو تاريخ بناء المنظومة المدنية، بمعنى السعي الحقيقي لإيجاد منظومة الدولة في هذا المجتمع. لذلك نحن تعبيرات جديدة اليوم، هذا صحيح. خلونا ما ننسى أن هذه التعبيرات لم تمتلك مشروعية كافية للحديث أنه يجري اليوم إغلاق ملف الدولة البوليسية ويجري فتح ملف جديد اسمه الدولة المدنية. هذا أهم إنجاز اليوم بعد 6 سنوات في الصراع في سوريا. العنصر الثالث الأهم في هذه الثلاثية هو الأدوات. من السهل أن نتفق على المسائل الأخلاقية العامة ونحط مؤشرات عامة للحكم. الإشكالية الأساسية اللي بتعيق دائماً عمل السوريين على المستوى السياسي والعسكري والمدني، كيف تحول هذه الأدوات الأخلاقية إلى وسائل فعل معرفي؟ وتحدث الدكتور هاني حول مسائل البحث العلمي. هذه مسائل مهمة اليوم، مطلوب مننا اليوم مزيد من البحث في مسألة الهوية، لأن هي العنصر الأهم اللي بيميزنا عن كل فئات المجتمع الأخرى. مطلوب اليوم البحث في التوضع بأن نكون أقرب ما يكون للناس، ومطلوب أيضاً أن نبحث عن أدوات فعل حقيقية بالمجتمع. ما أنجزناه مهم. أنا أحضر كل مرة مؤتمر شبكة الإغاثة سوريا، وهذا نموذج على التطور الطبيعي الحقيقي لقدراتنا على التفاعل مع جمهورنا الأساسي. أنا بتصور عم نخطو بخطة حقيقية، بس خلونا ننتبه لشغلة، مو بس محاذير الدكتور هاني كافي، ما نزال إلى اليوم إلى حد ما معلقين في الهواء. سبب هذا التعليق أنه ما تزال جزء كثير من استراتيجياتنا تبنى على أساس اقتصادي وليس على أساس اجتماعي. وهذه مسألة خطرة على المدى الطويل، أي رقم واحد. رقم اثنين، لم نستطع إلى اليوم أن نوجد موارد محلية قادرة أن تدعم خطتنا في الاستجابة لمنطلق سوري، من عقلية سورية. اللي بده يشوف مستقبل سوريا الاستراتيجي لن يراه بدون منظمات المجتمع المدني. حتى تكون هذه المنظمات رقم لا يمكن تجاوزه، عليها أن تنقل أقداما من البعد الاقتصادي في نشاطها العام إلى البعد الاجتماعي. وهذه مسألة مهمة جدا، وأن نبحث عن الخطة ب، ماذا لو توقف الدعم الدولي لهذه المنظمات؟ بدون خطة باء أتصور نحن ممكن نخسر كثير الاستراتيجيات القادمة. دعوة حقيقية من الكل الموجودين هون، دعوة نبحث عن بدائل بكل الأشكال على المستوى التنظيمي والإداري والاقتصادي والاجتماعي، حتى نضمن أن ما أنجزناه في 6 سنوات لا يمكن تجاوزه، وأنه رقم حقيقي ليس حاضر سوريا، حاضر طوارئ سوريا، بل مستقبلها الحقيقي. شكرا. سؤال إضافي، كيف ترى منظمات المجتمع المدني بتعريفك في مستقبل سوريا؟ الأساتذة وضعوا عدة تصورات، فشو هي رؤيتك لدور منظمات المجتمع المدني في مستقبل سوريا؟ الدور اللي راح تلعبه راح تساهم في البناء وفي الاستمرارية. خلينا نتفق انه ممكن تلعب منظمات اكثر من دور، بس بدراسة التجربة السورية أنا ميال أنها ستكون في طرف المعارضة حتماً. معارضة مش بالمعنى المتداول حالياً، بمعنى موقفها من النظام من السلطة. منظمات المجتمع المدني في سوريا يجب أن تثبت أنها دائماً تنتزع مزيد من الخيارات من جهاز الدولة لصالح السكان. وأتصور أن اللباس لن تكون هي الداعمة لمفهوم الدولة بالمعنى التقليدي القديم. أنا أتصور أنها ستكون معارضة على طول الخط في قضايا التنمية، في قضايا توزيع الدخل الوطني إلى آخر من القضايا. وهذا مش دور غلط بالحقيقة. نحن عانينا كثيراً من مفهوم الدولة البوليسية اللي احتكرت كل المجال العام، احتكرت التمثيل الدولي أيضاً. مطلوب أن نعيد مرة أخرى العربي إلى السكة. مطلوب أن تكون منظمة المجتمع المدني اليوم مدافع
حقيقي عن خيارات السكان، عن ديمقراطية المجتمع، عن تعدديته، عن قدرته على أنه يدير شؤونه بشكل خاص، يعني هو بشكل أشكال تخفيف الأعباء عن الدولة. بس هل ستكون الدولة القادمة هي دولة ذات طابع ديمقراطي؟ هذا هو السؤال الأساسي. إذا كانت أو لم تكن، ستظل منظمات المجتمع المدني مدافع حقيقي عن مزيد من الخيارات للسكان. هذا الدور الأساسي. أنا بس تعليق، أنت حضرت معارضة، هل من الضروري تكون معارض حتى تكون تطالب بحقوق الناس؟ احنا حكينا عن المراقبة، عن الرقابة، ولكن مفهوم المعارضة هو مفهوم سياسي أكثر ما يكون مفهوم رقابي. فسؤالي، هل ضروري تكون معارض حتى تكون مراقب لأعمال الدولة؟ قيس، تعرف السوريين لا بيحسوا بدون سياسي. طيب، يعني أنا مش قادر على أحكم على شو طبيعة المنظومة القادمة في سوريا. في ميزان القوى الحالي، أتصور في ميزان القوى الحالي ومجريات الحل القادم على سوريا، سنكون معارضين لأي منظومة دولة قادمة. هذا دورنا الحقيقي، بس مش بالمعارضة السياسية اللي عم نشوفه التداول حاليا. بمعنى علاقتنا بالسكان هي الأساس في تحديد موقفنا. هل ستكون هذه السلطات القادمة ملتزمة بقضايا الناس؟ سنكون جزء من منظومة العمل الاجتماعي. هل ستكون مثل ما أننا شايفين اليوم؟ سنكون حتما ندافع عن قضايا الناس، لأن هذا دورنا الأساسي. شكرا جزيلا وولنا عودة. أستاذ قباني، أهلا وسهلا فيك. أستاذ قباني هو مستشار برامج في المجلس البريطاني، بريتش كاونسل، ترجمة صحيحة؟ صحيحة. تمام، شكرا. بموقع عملك، كيف ترى دور منظمات المجتمع المدني، وكيف ترى أسلوب الدعم المناسب من وجهة نظرك؟ شكرا أول شيء لدعوتي، وأقول أنا بس مثل ما الأستاذ علاء إنه حتى هلا أهم صراحة دور أو أصعب دور هلا بين الموجودين هو دوري، لأنه عم بحكي بعد الدكاترة وبعد الأستاذ علاء، فمهمة صعبة. يساعدك ومشي. شكرا. بصراحة بس بدي أعلق شوي على كيف نحن بنشوف المجتمع المدني كمركز بريطاني وبعض جزء من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي بنشوفه كشرائح أوسع من مثلاً الفئة المنظمات الرسمية الممثلة بهيكليات منظمة. بنشوف المجتمع المدني كشرائح شعبية مختلفة مجتمعية، ممكن يكون منا قبائلية، ممكن يكون منا شيء غير رسمي كتير لجماعات أو حركات شبابية نقابية، تجمعات نسوية، وخصوصاً الفئات المهمشة كمان من الشعب. هي رؤيتنا للمجتمع المدني بشكل عام. يعني وقت نقول مجتمع مدني بنفكر بكل هالشرائح وبكل هالتنوع. هلأ الدور طبعاً المجتمع المدني هو يعني إذا عم نحكي عن المستقبل أو عم نحكي بالوقت الحالي، بصراحة طبعاً مثل ما حكوا الأساتذة هو له دور بالمرحلتين. هلأ بالمرحلة الحالية أنا حاسس الواقع هو إنه عم يقدم هلأ هو مقدم خدمات. المجتمع المدني هلأ عم يقدم خدمات اللي هو عبارة عن هياكل المنظمات الحالية. هلأ عم يقدم خدمات، منها خدمات إنسانية ومنها خدمات غير إنسانية. هلأ هذا بمرحلة إذا بدنا الإمرجنسي، ونحن كمان يعني المرحلة هي صعبة، بس مثل ما حكوا كمان أساسا صار في هلأ يعني صار في حاجة ننتقل لمرحلة إنه نحكي فيها عن التنمية وعن التعافي. هلأ في دور مهم جدا للمجتمع المدني اللي هو دوره كمراقب، والحكي كمان أستاذ عليه كمدافع ومراقب. أنا لازم بدي أضيف بمعنى إنه نحن كمجتمع مدني أو كمنظمات مجتمع مدني كمان إحنا مهمتنا إنه المساءلة لمين؟ لمقدمين الخدمات بالمجتمع المدني، المراقبة والمساءلة. إذا إحنا تحولنا، إذا المجتمع المدني تحول لمقدم خدمات، مين اللي حيكون قائم بعملية المساءلة؟ فهون في توتر بسيط، وهذا تحدي للمجتمع المدني. هلأ دور الثاني للمجتمع المدني هو دور القيام بعمليات السلام الملائمة أو المرحلية. يعني وقت نحكي لحنا على المرحلية، هون في كمان توتر ثاني. يعني توترات كتير. هلأ التوتر الثاني إنه إحنا بالمرحلة هي بمرحلة عنف المجتمع السوري. هلأ
المجتمع المدني وقت بده يعمل عمليات سلام، شو هي عمليات السلام الملائمة للوضع الحالي؟ وهون لازم يكون في توازن بين البرامج السلام المجتمع اللي هي تولد من المجتمع الدولي والبرامج السلام الملائمة للمجتمع المحلي. ولأنا عم بحكي إحنا هلأ بسوريا أهميتنا مثلاً أو أهمية السلام بسوريا اليوم هي مثلاً الحماية مثلاً أو هي المناصرة. وقت إحنا هلأ الأولوية هي تختلف لأنه إجت برامج دولية نزلت على مجتمعنا وصارت في أجندة دولية لازم نحن ننفذها. هون صار في خلقنا غير يعني عدم توازن بالمجتمع. فلازم كتير ندير بالنا إنه دور المجتمع، دور المجتمع المدني كمان هو إنه يعكس احتياجات المرحلية للمجتمع، للمجتمع وبشكل كتير كتير شفاف، عشان نقدر يكون في إلنا أثر ويكون فاعلين بالعمل على طول. في نقطة بس حاب أسأل عنها باستفاضة أكبر إذا سمحت. كررت كلمة السلام 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 كذا مرة. في الوقت الراهن إحنا في حالة أزمة حادة، فدور كلمة السلام، بناء السلام، إحلال السلام ممكن نتوسع فيها شوية. هل هذا يعني مشاركة في مفاوضات سياسية؟ هل هذا يعني الانخراط في مفاوضات مع أطراف متحاربة؟ والسلام تحكي عنه هو الكوهيرنس ضمن المجتمع لكل المجتمعات حتى اللي هي بحالة أزمة تسعى أن تكون فيها بشكل دائم. عملية بناء السلام هي عملية مستمرة وليست آنية وقت الحرب فقط. فممكن توضح لنا فكرة السلام؟ دكتور أنت جاوبت على السؤال. بالفعل هي عملية. يعني اليوم هلأ إحنا في ناس تفصل السلام لأنه في عملية السلام السياسي اللي يمكن تراك وان يسموها، اللي هي عملية قائمة بأنه مفاوضات جنيف مثلاً. أما عملية السلام اللي عم نحكي عليها أنا بصراحة هي عملية سلام محلي. ونحكي على الشيء اللي عم يساوي المجتمع المدني. هلأ إحنا وقت نقدم خدمات إنسانية، خدمات الإنسانية هي مرحلة أولى من عملية السلام. لأنه هو سلام مو بس حبايب ونقعد ونحكي ونتفاهم مع بعض، لا، سلام إنه ناس تأخذ حقوقها. ومساعدات إنسانية هي حق مثلا، كرامة الإنسان هي حق. فوقت نحكي على السلام عم نحكي على مناصرة، عم نحكي على حماية الناس هلأ بمرحلة العنف. فهو سلام، وحتى المساعدات الإنسانية مثل ما أكد كمان هو سلام. وبس حابب يعني نوه لقصة اللي احنا كمركز بريطاني عم بنبحث هلأ مع جامعة دورهام، أستاذ علاء شارك فيه. البحث كان عم يحكي على دور المجتمع المدني في عملية بناء السلام في سوريا، ولقينا أنه له دور كبير جداً بحلول المشاكل أو إيجاد حلول للمشاكل المحلية. يعني إحنا عم نحكي على واحد خطف واحد، عم نحكي على مشاكل عنف مثلاً ممكن تكون قتالات محلية أو نزاعات مثلاً بين جيران أو سرقات أو كذا. وهي الهياكل المجتمعية اللي هي عم تساهم بشكل مباشر بهي المرحلة بإحلال السلام المحلي، نحن عم نحكي على إطار ضيق شوي، هي هياكل مجتمعية مثل شيوخ، مثل وجهاء الحي اللي بنحكي عليهم أوقات. هدول الناس عم يتدخلوا وعم يقدروا يحلوا نزاعات محلية، ونحن حاسين أنه لهم دور كبير جداً. وبصراحة في تحدي قدام المجتمع الدولي وقدام منظمات المجتمع المدني إنه كيف نقدر نصلهم لهي الهيئات المجتمعية، بس بالتالي ونخلي نحافظ على شرعيتهم، ما نأثر على شرعيتهم أو نحولهم لهيكليات تجارية. شكرا جزيلا سيد الطاهر. نعود للأستاذ زيات، أنه بلشت بالسلام، السؤال الأخير لك. شرحنا أستاذ طبعا عن سلام المجتمع، لكن كأنه نأى بنفسه عن السلام السياسي، رغم أنه هلأ عم نشوف بأي مفاوضات المجتمع المدني عم يشارك، فهل رأيك أنه عم يتم الزج فيه بما لا يعني، ولا إله دور كمان في البناء السياسي للسلام؟ منيح السؤال لي لأنه أنا شاركت في جنيف ثلاث مرات وأيضا في بروكسل. منذ اللحظة الأولى قلنا، وهذا الشيء حكيناه قبل أي دعوة لرابطة الشبكات، أنه لا يجوز أن تتم أي عملية تفاوض يغيب عنها ممثلي المجتمع المدني. ليش قلنا هذا الكلام؟ لأنه هو الوحيد اللي له مصلحة حقيقية في إنهاء العنف في سوريا والانتقال السلمي للمجتمع الجديد.
لأنه عندي هذه المصلحة، لأنه بحط حاله خارج دائرة الصراع المباشر، لأنه يمثل كل المجتمع السوري بكل مناطقه. من حقه أن يكون مراقب وصانع سلام حقيقي، ولا يجوز أن يغيب. مش معناته هو رح يكون جزء من التفاوض، هو بديل عن المتفاوضين، لا أبدا. بس هو يستطيع أن يقدم لهذا العملية المخارج المجتمعية المناسبة على صعيد الأدوات، على صعيد المعتقلين والوصول ومناطق المحاصرة والتنمية إلى آخر الحكي عليها دكتور محمد. من هالمنطلق، لأنه له مصلحة حقيقية، لأنه مش بنازع السلطة، لا يجوز للحظة أن يغيب هذا المجتمع المدني ممثلي عن أي طور التفاوض مهما كان. من هون كان إصرارنا على المشاركة، من هون لعبنا نحن مع بقية الزملاء أدوار إلى حد ما جيدة في ذلك، بس مش على تراك 1، على تراك 3 نحن كنا عم نشتغل. وهذا هو بالحقيقة اللي بيخلق فرص جديدة للسلام في المستقبل السوري. أنت عم تشتغل لمصلحة الناس ومع الناس، هذا اللي بيخلي كلام صديقي حميد إنه أنت محتاج لموارد سلام حقيقية، وهدول موجودين. كل الناس السوريين الآن الخطر رقم واحد بالنسبة لهم أن تستمر هذه الحرب، وبالتالي عندك جمهور قابل أن تسوق له مسألة السلام ويصنع معه مستقبل سوري. شكرا جزيلا. أستاذ بنا في عقل تعليق. وبالنسبة للمعارضة وغير المعارضة، المعارضة مش ممكن تكون، مش مهم أنها تكون سياسية أو غير سياسية. وضع الحل على الطاولة قبل الآخر ده أكبر دليل للمعارضة. إنك تناقش، وذلك إحنا نتكلم عن أبحاث مرة ثانية. إحنا مؤسسات معذرة لا تؤمن بالبحث. لو قلنا نعمل ورشة عمل ما حدش يدفع فلوس. لو قلنا نعمل ورقة بحثية ما حدش يدفع فلوس. لو قلنا نعمل أكل ندفع فلوس. لو قلنا نعمل شرب ندفع فلوس إلى آخره. فإذا إن لم نؤمن بالبحث لن نستطيع أن نضع الحلول على الطاولة. دي نمرة واحدة. ودي المعارضة التي لا أحد أن يقول سياسية أو غير سياسية. الأحزاب السياسية جزء من المجتمع المدني. يعني ما ينفعش أنا أخش من غير ما يكون معي حزب سياسي أو ناس محنكين في السياسة. المجتمع المدني مش مجتمع إنساني اللي هو الشبكة، لا، دي جزء من المجتمع المدني. فلذلك في العملية السياسية لابد يكون فينا ناس سياسيين يفهموا في السياسة وأحزاب سياسية. المساجد جزء من المجتمع المدني، اللي عايز يوافق أو ما يوافقش. الكنائس جزء من المجتمع المدني. إلى آخره. فالمجتمع المدني ككل هو كل مكون مجتمعي قام به المواطن الذي ليس عسكري وليس أمني، لأن دول وظيفتهم غير مدنية، حماية داخلية وحماية خارجية. فكل المكونات دي لابد يكون لها رؤية في صناعة السلام، سواء كان سلام سياسي، سلام اقتصادي، سلام اجتماعي، سلام إنساني إلى آخره. لو كنت مصري استاذ جندلي، بعد الاسبوع عندك تعليق على تفضل. انا عندي تعقيب على عزيزي علاء. انا يبدو خاني التعبير بمساله انه ما كان موجود مجتمع مدني بسوريا، لا، انا اقصد انه النظام البوليسي الامني اللي كان موجود كان مغير منظمات المجتمع المدني حقيقه والهيكله الحقيقيه مثل ما بيقول الدكتور نهاني. وحقيقه لابد انه نحن مصرين من خلال منظماتنا بالمجتمع المدني أن نكون موجودين في جميع مراحل التفاوض والحل النهائي وغيره، لأنه نحن دورنا هو الأساسي في بناء سوريا المستقبل. الآن ممكن نكون متواجدين بصفة استشاريين، لما بده ينتقل لحل نهائي لابد نكون مراقبين على هذا الأمر، وإن شاء الله راح يكون في خطوات إيجابية جدا بهذا الاتجاه، حيث أنه المنظمات الموجودة بتركيا على الأقل استطاعت انه تتجمع بخلال شبكات واتحادات والان هناك رابطه تجمع هذه الشبكات لتعبر عن دور المجتمع المدني السوري. استاذ جندلي، يعني السؤال مشترك بلش عندك بعد هلا، من خلال الحوار وصلنا لبعض المحاور اللي ممكن مجتمعات المجتمع المدني السوري يكون فيها: الاستجابه العاجله، بناء السلام المحلي، المساهمه في السلام العالمي، الرقابه، المعارضه. كإن جي أو سوري، ما هي الأولويات اللي برأيك تلزم منظمتك لحتى تساهم بهالدور أو المحاور توصلنا لها بآخر الجلسة؟ أولويات. الحقيقة نحن بهيئة الإغاثة الإنسانية IYD كان الدور المرحلة الماضية منصب بشكل كبير على بناء قدرات الكوادر ورفع من قدراتهم،
والانتقال الآن بهيئة الإغاثة الإنسانية IYD من مرحلة الاستجابة للإغاثة الطارئة أو الاستجابة الضرورية إلى مشاريع تعطي الأمل للمواطن السوري أن يبقى داخل أرضه من خلال مشاريع صغيرة ومشاريع متوسطة ومشاريع إنمائية وإعادة بناء البنية التحتية الموجودة بسوريا التي تدمرت عبر السنوات الماضية من خلال شراكات مع معظم الموجودين الآن بالقاعة لبناء سوريا المستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا استاذ بنا، اطال الله بعمرك. انت اظن خلال خبرتك شهدت مجتمعات تنمو ومجتمعات تنهار وتنهض، فما هي نصائحك للمجتمع المدني السوري من وجهه نظرك؟ اولويات يجب ان يتبناها حتى ياخذ دوره. تخصص، احنا دلوقتي مركزين على العمل الانساني، لان كل الحوار في الصباح داخل في الحته دي عشان ده اللي بيجيب الفلوس دلوقتي والاستجابه السريعه. عفوا، المجتمع المدني وليس الانسان. لا هو فلذلك لابد المجتمع المدني، لو احنا عندنا مثلا كم الف جمعيه هنا في 2000 ولا 2000 لازم يتخصصوا. مين اللي هيراجع الدستور الجديد؟ مش في دستور موجود في سوريا؟ وقد يكون الدستور ده مناسب ما نغيروش، ليه نكتب دستور جديد؟ ولا انا بتكلم ايه بغض النظر عن الناحيه السياسيه، لابد يكون ناس متخصصين في هذا الامر. مين اللي هيعمل التوافق السلمي؟ لو كنت جاي من كركوك كانوا بيتكلموا على اليزيديين وعلى الاكراد وعلى الاقليات دي كلها، وانا عندنا في سوريا اقليات كثيره جدا، لابد لهذه الاقليات من ان تمثل داخل المجتمع المدني او مؤسساتنا المجتمعيه المدنيه، ما نبقاش احنا لون واحد في كل جمعيه، ما ينفعش. فلما نتكلم عن هذه الاشياء نتكلم عن اللي هو تخصصات او نمو اللي هو ماتشورتي، نمو يعني او نضوج الفكر عند من يقومون على مؤسسات المجتمع المدني. عمليه مش اسهل حاجه بنعملها يا اخواننا واخواتنا، طبعا عشان ما في جندر ايكواليتي مش كده برضك؟ ويا اخواتنا بعني يا اخواننا. ايوه بالضبط، ايوه كده ماشي. اسهل حاجه اللي هو الاستجابه الانسانيه، هيومانيتير ريسبونس. عشان كده كلنا عنتريين او عنتريون في جمع المال. اصعب حاجه السوشيال ريسبونس، اسهل حاجه ان نعمل حركه انسانيه، اصعب حاجه ان نعمل حركه اجتماعيه. الهيومانيتيريان موفمنت از سو ايزي تو بي كرييتد بيكوز بيزد اون ايموشنز، قائمه على العواطف. اما السوشيال موفمنت ان انت بتخرج منها متصاد للاجتماع، صح مش كده؟ صعبة جدا ومملة جدا، لأن أنت بتربط فيها ما بين مفاصل المجتمع من تحت لفوق ومن جنب لجنب، ودي صعبة محدش بيشوفها، ومن غيرها ما نعرفش نبني دولة، ما نعرفش المجتمع، ولابد يكون في تخصص. تخصص. طب شكرا أستاذ زياد. نفس السؤال، توصيات أخيرة. والله الدواء طويل. خمس دقائق. طيب. وأنا جاي الصبح خطر لي سؤال، نحن شو بنينا بست سنوات؟ هل عندنا إحساس بالرضا حقيقي؟ لاحظوا معي إنه الرضا مطلب كثير مهم، بس هو إحساس كثير سيء. ما لازم يكون عندنا إحساس بالرضا. ليش؟ لأنه نكون وصلنا لآخر النفق هذا المحمول. نحن بدنا نضل عنا دائما تصور انه في امكانيه لاداء افضل من ذلك. لذلك السؤال اللي بطرحه قيس هو سؤال اشكالي. شو الاولويات اليوم في واقع صراع ما يزال عنيف ومستمر وكانه ما خرج الحل من متاح فيه؟ شو لازم نركز حتى نقول ست سنوات انتجت على الاقل على مستوى المجتمع المدني انتجت مؤسسات ناضجه؟ بالحقيقة في عنا مجموعة ثنائيات مفروض نناقشها بشكل معمق. أمام شكل من أشكال الصراع حول الشأن السوري إلى جزر مشاكل، وهي مسألة التعب عليها منذ اللحظة الأولى. لازم نحكي بالعكس، كيف نستطيع أن نخترق خطوط الصراع، بمعنى أن نصل للجميع لكي نعبر عن الجميع. جزر المشاكل يجب أن تكون لها سياسة من قبلنا، بالضبط سياسة بالعكس.
رقم اثنين، بعد 50 عام من مفهوم الدولة البوليسية، كيف نطور مفهوم لوبي مدني يستطيع أن يكون ضاغط وصانع سياسات ومنتج للكوادر ويقدم للناس حلول اليوم على المستوى الأصغري وكان على مستوى مفهوم الدولة والمجتمع؟ هاي مسائل أنا برأيي ثنائيات لازم نفكر فيها في عمق. ثنائية ثالثة، في مواجهة سوريا المغلقة لا تستطاع النظام أن يحتكر كل العلاقات الدولية، كيف نتحدث عن سوريا المفتوحة؟ نحن اليوم في اجتماع تحضر فيه اليو ان، تحضر فيه الان جي اوز، نحن نخترق سوريا وايضا الدول العربيه بلا شك. نحن نخترق اليوم سوريا المغلقه، سوريا المصوره باطار بوليسي. هذول ثلاث اولويات من وجهه نظري اليوم رئيسيه. حكوا اصدقائي حول مخاطر ومحاذير كثير مهمه. في خطرين انا في كل اجتماع بحكيهم. رقم واحد، لن يكون المجتمع المدني ممثلي بديل عن الدولة. هذا حذر يضاف إلى حذر. نحن لسنا بدلاء عن الدولة. أي وهم بهذا الاتجاه عم نخرب شغلتين، عم نخرب مفهوم الدولة نفسه وعم نخرب هوية منظمات المجتمع المدني. رقم اثنين وهي الأخطر اليوم، لسنا شركات تجارية. المواطنون ليسوا زبائن مع منظمات المجتمع المدني. هذه العلاقة الزبائنية يجب أن نطردها من كل التداول تبعها. إذا كنا عم نفكر بنظام تطوعي حقيقي صانع لعلاقة مع قاعدة الهرم الاجتماعي، نحن مطوري فرص للسكان، مطوري حاجات السكان ورغبتهم بالتعبير عن نفسهم. أما إذا اعتبرناهم زبائن فنحن نخسر الهوية الأساسية أنه نحن عمل تطوعي لخدمة السكان. البناء اليوم أصدقائي مش رهن بالأزمة في سوريا، نحن نبني مستقبل سوريا، وكل ما طورنا هذه الأدوات سيكون هذا المستقبل أقرب يمكن يشبهنا. مستقبل يشبهنا بمعنى أنه هو تطوعي واجتماعي وشفاف وقابل للتطور. ما نتخيل أنه نحن مؤقتين على هذه الأزمة تخلص ونخلص معها، بالعكس. يعني هذه الأزمة خلقتنا فرص كبيرة جداً للحديث لأول مرة كيف يفكر السوريون خارج إطار الأمن وكيف يفكروا المستقبل السوري. لذلك ما أوجز إلى اليوم مهم، بس تعالوا حط له أرجل وصير على الأرض سابق أكثر من قبل. هاي اليوم فرصتنا جميعا أن نبرهن أنه يمكن لمجتمع خرج من الأزمة أن يكون أقوى. يعطيك العافية. شكرا جزيلا. أستاذ قباني، توصيات للمنظمات للمجتمع المدني حتى يكون الدور اللي حكينا عنه في مستقبل سوريا. قلت من نقطة الأستاذ علاء إنه يعني عدم إيجاد مجتمع مدني لإضعاف الدولة أو إضعاف المؤسسات، وحابب بس أكد على نقطة القيم. شو قيمنا كمجتمع مدني؟ منظمات المجتمع المدني شو القيم اللي قائمة عليها؟ هل في عندنا قيم القبول، قبول الآخر، عدم التهميش، النظر إلى المجتمع المدني بنظرة شمولية واسعة، والقدرة على الاستجابة؟ إذا احنا قدرنا نستجيب لحاجات المجتمع بأطيافه المختلفة هلا، هذا بيعطينا شرعية أكبر. فقدرتنا على الاستجابة هي بصراحة هي يعني تعطينا شرعية أكثر. وآخر شيء يعني بدي أحكي عن نقطة المساعدة. نحن كمجتمع مدني بس بدنا أول شيء نأكد إنه نحن مساءلين لمين، ونحن مين المساءل من قبلنا. نحن مساءلين للمجتمعات اللي إحنا عم نخدمها. كتير بدي أكد على نقطة أستاذ علاء، نحن ما منشوف المجتمع المحلي كبنفشري أو منتفعين، ما عم يدفعوا من خدمات. هدول بدنا ننظر لهم كنظرة فاعلين ونظرة متساوية. فالمسائلة تبعنا إحنا إذا بدنا نأكد على نقطة، لأنه هي يعني يمكن تحدي لنا وقت تصير المسائلة للداعم، بدنا إحنا نحس حالنا مسائلين للداعم
ما أننا مسؤولين ومسائلين من قبل مجتمعاتنا المحلية. فبس حابب أكد إنه على هي التقوية العلاقة مع المجتمع المدني المحلي نحن بهالهيكليات هي تكون داعمة له وتكون عاكسة له توصل أصواته وبنفس الوقت تكون مساءلة له هن المهمين جدا بالنسبة لنا. شكرا جزيلا. ليس كختام ولكن نشكر اللجنة توصلنا كما يرى الخبراء دور منظمات المجتمع المدني والإنساني في الاستجابة الطارئة بناء السلم الأهلي، المساهمة في بناء السلم السياسي، الرقابة، المعارضة. التوصيات مشكورين. الانتقال إلى الاستمرارية sustainability على المدى المتوسط والطويل، التنوع والاختصاص في المنظمات، أن تكون صناع لكوادر وسياسات وليس متلقي فقط، التمايز عن الحالة السياسية وأن لا تكون بديل للبنى السياسية في المجتمع، والتمسك بالقيم الإنسانية والحوكمة والمساءلة. شكرا جزيلا. الآن نفتح المجال للجمهور إذا في عنده أي أسئلة. شكرا دكتور قيس. راح أخذ أسئلة الحضور الآن. حابب يوجه أسئلة بس أقول إنه أنا بسأل أول شيء يعرف عن حاله والجهة اللي بيمثله أو بيعمل معه. لمين بيوجه السؤال بالبداية وبعدين يطرح السؤال. وإذا كان الكلام يفضل ما يكون سريع كثير عشان موضوع الترجمة من الإنجليزي تكون متاحة. فراح نبدأ بتلقي الأسئلة. نأخذ مجموعة أسئلة. أنا جمال محمد خير، عضو مجلس أمناء في شبكة إغاثة سوريا ونائب رئيس مجلس الإدارة وأيضاً المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية لدعم المرأة. هيا سؤالي للدكتور هاني. لما بنرجع 5 سنين لورا نتذكر كيف بدأنا نحن كمنظمات. كثير منا بدينا نجمع البدايات من بيوتنا، من منزلنا، من جيراننا، من مالنا الخاص، تتأسست الفرق الصغيرة اللي تحولت فيما بعد منظمة. دخلت الدول الخليجية بمالها الدافئ والحار حقيقة كمنظمات داعمة لها الفرق إلى أن تحولت فعلاً إلى منظمات بدأت تشتغل كعمل في من خلال لبنان وتركيا وسوريا والأردن. دخلت الأمم المتحدة كشريك داعم ومدرب ومطور لقدرات منظمات المجتمع المدني. بدأت فعلا المنظمات بالتخصص، ذكرت حضرتك التخصص، الآن في تخصص واضح في منظمات مختصة بحقوق الإنسان، منظمات مختصة بالحكومة والدستور والعدالة الانتقالية، وأيضا منظمات تعمل بالعمل الإنساني بقطاعات اللي معروفة واللي تشكلت وصارت تقريبا عند الكل واضحة كل منظمة شو هي القطاعات المتخصصة فيها. لكن الآن اللي بتطلع الصورة هلا لا تزال العمليات العسكرية على الأرض، لا يزال القصف مستمر، لا يزال النظام الحاكم ينظر لكل من يعمل في العمل الإنساني أو في منظمات المجتمع المدني على أنه مجرم، لا تزال السلطات أو بعض سلطات الواقع في سوريا تضغط وتقيد من عملنا. بدأت كثير من المنظمات الدولية بالانسحاب، بدأ التمويل بالفعل أنه ينخفض، دول الجوار صارت تنافس منظمات المجتمع المدني على هذا التمويل، تقول نحن أولى، نحن عندنا لاجئين فنحن المال من حقنا. تحديات كثير صعب إني أسردها كلها، لكن يا ترى ما هي أدوات؟ تكلمتم عن استمرارية، هل العشرات أو مئات الألوف من الشباب اللي صار عندها خبرة الآن المنظمات اللي فعلاً أطرت صوت كبير وهي عم تحلم تكمل، ما هي أدوات الاستمرار؟ طبعا دي بنسميها المعضلة، المعضلات الكبيرة، لأن التمويل حاجف من الخارج. في بدائل أخرى بعض المؤسسات السورية عملتها أنها فتحت لها مكاتب خارج تركيا وبدأت تنظر أن حتى الدعم من بعض الدول العربية الغنية حيقل. دلوقتي في قضايا أخرى طلعت، قضايا نزلت، حتى الأمم المتحدة عندها كاتيجوري 1
كاتيجوري 2 وكاتيجوري 3 هتلاقي سوريا بقت الكاتيجوري نمره 5 او 6 في يوم من الايام. انت لو جبر مين نزل فيطلع الكاتيجوري نمره 1 الى اخره. فما بين كل الحاجات دي كلها لابد احنا نفكر في التفكير البديل. فين دورنا ان احنا انا ما اعرفش الانظمه في تركيا هنا كيف نتحول الى مؤسسات تركيه تستطيع تجمع مال من تركيا. تركيا من هنا كاكا القضيه السوريه دي نمره 1. الاماكن اللي فيها مال ومزادات مستقله زي اوروبا وامريكا وكندا في بعض المؤسسات السوريه فاتحه هناك، هل في ايديكم القدره على انكم تفتحوا مكاتب في مصر؟ هذه هتتكلف فلوس لكن هيكون فيها استمراريه ماليه واستمراريه اقتصاديه او بناء شراكات مع بعض هذه المؤسسات الموجوده في الدول دي كلها. في مناطق اخرى زي جنوب افريقيا لابد ان نستثمر في مناطق بعيده. انا وانا في الاغاثه الاسلاميه لما حصلت لنا ازمه ماليه في 94 او 95 كان ظروفنا يعني مش زي دلوقتي. كنت انا يعني عنتر وكنت بصرف اي حاجه بدون اي شيء ومحدش يكلمني ديكتاتور يعني. كنت ايه؟ وما زلت. فحصلت لنا ازمه ماليه فرحت من جنوب افريقيا لامريكا اللاتينيه لماليزيا لبلاد الواء الواء عشان اجيب فلوس. فانت برضك لابد تلفوا على بلاد الواء الواء دي عشان تجيب منها فلوس. استراليا فيها فلوس، فيها جاليات كبيره جدا، ممكن القضيه السوريه تحولها الى قضيه اخرى. يعني في بعض المؤسسات اللي في بريطانيا بداوا القضيه التونسيه، لا ما بتجيبش فلوس، فحول المؤسسه بتاعته الى مؤسسه عامه. بداوا القضيه العراقيه ما بتجيبش فلوس، فحولوها لمؤسسه عامه. فكل الاشياء دي كلها لابد تقولها على الطاوله. ما فيش حل سحر هينفع الجميع. ممكن يكون اتحاد بعض الجمعيات، في جمعيات صغيره مش هتقدر تكمل، اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه يقعدوا مع بعض ويكونوا جمعيه واحده اللي هو الاندماج اللي هو الايمرجنج اوف سامز اورجنايزيشن. كل الحاجات دي كلها هتحكمها الوسائل جمع المال. السوشيال ميديا ما بيوقفكيش، لابد نكون اقوياء 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 في السوشيال ميديا. يعني كنت فاكر انا في رمضان في بعض الحملات كان في اليوم واحد الجمعيه بتجمع 170 180 الف جنيه استرليني في الليله الواحده بس من الاونلاين دونيشن في رمضان. فلابد احنا نقوي مهنيه السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي الى اخره. العمليه مش عمليه خطب جمعه وبتاع ده وفي الكنائس، لا، العمليه اتطورت كتير جدا جدا في اكثر من وسيله للاستمرار، واهمها الدمج. ممكن في بعض الجمعيات نستمر فتندمج مع بعضها وده بيبقى في جزء في تنازل كبير جدا ونضوج عند الناس انهم يشتركوا مع بعض اربع خمس جمعيات يبقوا جمعيه واحده. ومفيش حل سهل. يعطيكم العافيه جميعا. انا رامي الشيخ مدير فرع غازي عتاب اتحاد منظمات المجتمع المدني وعضو مجلس امناء هيئه الاغاثه الانسانيه الدوليه الاي واي دي. الحقيقه انا في عندي اكثر من سؤال راح احاول اختصر. السؤال الاول هو للاستاذ علاء. استاذ علاء، انت قلت انه استراتيجيات المنظمات السوريه اليوم اغلبها عم يبنى على نواحي اقتصاديه والمفروض والاساس يبنى على نواحي اجتماعيه. إذن شو أول شيء؟ لماذا يبنى على نواحي اقتصادية الآن؟ وهل له علاقة بأن نوعية الأشخاص الذين يعملون في منظمات المجتمع المدني ليسوا اختصاصيين في النواحي الاجتماعية؟ هذا أول سؤال. نقطة ثانية، كيف فينا ننتقل اليوم لنبني خططنا الاستراتيجية بناء على حالات اجتماعية أو أهداف استراتيجية اجتماعية؟ الحقيقة النقطة الثانية سؤالي للدكتور هاني البنا. دكتور هاني، نحن بمفهوم بناء الدولة المدنية اليوم أصلاً هو مفهوم حديث على مجتمعاتنا العربية بشكل عام، لكن أنت كيف بتشوف اليوم كيف نقدر نقرب الخطوات لنكون فعلاً مجتمع مدني سوري حقيقي؟ هذه أول سؤال. النقطة الأخرى، الحقيقة الحوكمة في منظمات المجتمع المدني تحتاج أشخاص مؤمنين بهذا الموضوع. يعني بمعنى آخر، اليوم في عندنا كثير شخصيات ومؤسسات قادرة فعلاً على أنه تشتغل، وهي عم تشتغل فعلاً، لكن ينقصها فقط جزء أو جانب الحوكمة. كيف نستطيع إقناع هؤلاء الناس اليوم لأنه الحوكمة أصبحت ضرورية في المؤسسات عشان نقدر نختصر مراحل كتير كبيرة بمسيرتنا في المجتمع المدني؟ شكراً. طيب، شكرا رامي. خلينا نحكي عن موضوعين. رقم واحد هو شيء اسمه لوثة الإغاثة، وهي لوثة بالحقيقة خربت كثير من المفهوم الهوية.
انت مش مزود خدمه بالاساس، انت باني مجتمع، وظيفتك الاساسيه هو البناء الاجتماعي، بس مش بكيفك انه انت صرت مزود خدمه. في شغلتين عملوا هذا الموضوع، الوضع المأساوي الحقيقي لسوريا اللي جبرك تكون مزود خدمه، وسياسة المانحين. سياسة المانحين هي اللي غيرت، عدلت، او خلينا نحكي بصراحة شوهت مفهوم الهوية. المانح اللي شافك مؤسسة صغيرة ودعمك وكبرت انت شوي، في شكل من اشكال التوريط ان يكون عندك كادر كبير وضخم وعدد هائل من الموظفين، يعني في الاخير صرت مسؤول انت عن المؤسسة، يصفي اهدافك كمؤسسة اعلى من دورك والهوية. هذا اللي انا حبيت احكي عنه. ما لازم للحظة نعتبر انه المؤسسة هي غاية بحد ذاتها. هون الخلل اللي عم بيتم، ان تتحول الادوات اللي هي نحن الى غايات، وهون بتصير المؤسسة اللا ربحية ربحية، وهون بصير المواطن اللي هو هدف كل نشاطك الاجتماعي زبون، وهون بصير قسم المشاريع بيعرض 10 ايام ليعمل بروبوزال مش قادر يقيد النتائج بعدين على الصعيد الاجتماعي. اذا خلينا نغير العربي والحصان. العربي في الخلف والحصان هو مسؤوليتك الاجتماعيه عن خدمه مجتمعك، هذا هو المعيار الاساسي اللي عم نهمله نحن عم نقيم الاداء. نحن بنقيم انه هل الخطه تنفذت؟ هل الارقام صحيحه؟ وبالاخير المعادله 0-0 الواردات والانفاق؟ هذا مش كافي. بالحقيقه ما في عمل اجتماعي خارج الاقتصاد، هذا وهم. بس العربي والحصان لازم يكون صح. لازم تعرف دورك وهويتك وان تمارسه بهذه القناعه. انا موافق انه نحن عندنا حاليا 50,000 أو 60,000 عامل بالشان المدني، وهي بالحقيقه يعني اول تجربه فريده ان كل هؤلاء العمال الموجودين اليوم يشكلوا نقابه حقيقيه للعاملين في الشان المدني. ولازم نفكر بنقابه على فكره. هذا مشروع لازم نفكر فيه جديا. بس وين مسؤوليتك الاجتماعيه؟ هذا محتاج لتقييم. وانا برايي اليوم دورنا واسع انه نفرض اليات تقييم على اداء المنظمات، كيف تقوم بدورها وهل هي مؤسسه ربحيه ولا غير ربحيه؟ طيب الحوكمه معضله، والحوكمه نفسنا. تيجي تقول لي خطبه الجمعه وقعد لي على الكرسي ومش عايز تمشي، اسمع منك اقول ايه؟ اسمع كلامك يعجبني، اشوف امورك استعجب، من جوه من بره هلا من جوه يعلم الله. خلاص انا بطلت كلام اللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. حوكمه معناها تنازل عن جزء من شخصيتك الاعتباريه او كل الشخصيه الاعتباريه، وليها قاعده في الدين الاسلامي اسمه ونفس وما سواها، واللي يسويها هو هو اللي هو هو اللي هو انا. ألهمها فجورها وتقواها، فجور هنا والتقوى هنا. قد أفلح من زكاها. وخلي بالكم المسؤولية دي خازوق، أنا بسميه حلب عشان أول واحد بعد ما فسروا سليمان الحلبي راح مطلع عليه قعدوا كده على مش عارف إيه كذا. فاللي عايز يقعد على كرسي وقعد على إيه؟ إخ إزقوا، واخد بالك؟ فالناس مش عايز، أنا مش عايز. وبعدين نيجي إيه؟ نيجي نعترض على رئيس سياسي قاعد في الحكم 20 سنة و30 سنة و40 سنة، ايه الخيبة دي؟ ايه المصيبة دي؟ بعدين نطلع نقول خطب جمعة واشعار وكذا وكذا وكذا. ففي عندنا سكيزوفرينيا او انفصام في الشخصية عند بعض هؤلاء الناس. انا بقولها للي قاعد هنا، بقولها لنفسي. انا لما سبت الإغاثة الإسلامية بعد 24 سنة قالوا رايح ليه؟ وانت قاعد تقول محمد حاول تقوم تضربوني بالجزمه وتقول اطلع بره. وبيحصل كده في الاخر يسبوك. دي نمره واحد. بناء الدوله لن يتم الا بالتكامل ما بين كل مكونات المجتمع، ولا نستثني اي مكون. والذي يبني او يدير في التنسيق انا بعد، الذي ينسق لا يكون من يحسب على فئه دون فئه. ولن يبني مجتمع فصيل قوي وكبير، هيبقى المجتمع منكفئ على جانبه.
فلا بد أن هذا الفصيل ألا يغتر بقوته وأن يسمح للآخرين أن يأخذوا مقاعدهم داخل أروقة النيابية أو وده اللي فشل بعض التجارب الديمقراطية الحديثة في بعض الدول دون الإفصاح. لا تستأثر على الإطلاق وروح للأقليات والعرقيات المختلفة بثقافات مختلفة لأنها جزء من المكون المجتمعي. فده التحدي اللي عندنا احنا في مؤسساتنا، ان حتى في الجمعية بتاعتنا كم عندنا نسبة للنساء وللشباب؟ اتحدى حد يديه نسبة دلوقتي، اتحدى بنا ما هو 70% المجتمع، لكن احنا كلنا ذكور وإناث، بس ذكور بس، ده احنا شيوخ يعني، احنا في الخريف والايه؟ الخريف واللي بعد الخريف بايه؟ والشتاء والتلج دخل والدنيا ربيع، وادي الربيع عاد من تاني اللي راح وخلاص، مش كده يا دكتور مصطفى؟ ادي الربيع عاد من تاني مش موجود، فاحنا مش عايزين نجيب الربيع ولا الصيف وقاعدين خريف وشتاء. انا شتاء اهو وانت داخل على الخريف وانت خريف معايا. فانا بد الكل يشارك في بناء المجتمع. جزاكم الله خير. سلام، شكرا. وليد الصالحي مستشار العلاقات الدوليه في مؤسسه عيد الخيريه في قطر، وهم اليوم بصفتي مستشار في شؤون المجتمع المدني للشبكة في موضوع إعداد مسودة النظام الأساسي. حقيقة أشكر المتحدثين، وإن كان من مكان انتهى الدكتور هاني ووجود نساء لا يوجد متحدثين في مستقبل سوريا في هذا السيشن تحديدا عن النساء، فيا حقيقة لو كان هنا، لأنه نتكلم عن المستقبل. أنا أعرف أنه في سيشن مفصل للمرأة لكن ربما هنا. أنا أعود لكم إلى شهر نوفمبر 2014 في أول مرة جئت فيها إلى غازينتاب لتركيا لأكون متطوعاً مع المؤسسات السورية لنقل لهم تجربة فيما يتعلق بالمشاركة المدنية. فأذكر حادثة هناك، كنت في جمعية طبية قوية في البلد، جلست مع أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين، قلت لهم أين دوركم السياسي؟ قال لا، حرام، ما لنا بالسياسة، إحنا مؤسسة مهنية. أنا قصدت في سؤالي هي المشاركة المدنية، civil participation. أين أنت مؤسسة المرأة؟ أين أنت مؤسسة الطفل؟ الزراعة، حقوق الإنسان، الإغاثة. تعني في المرحلة اللي أنا سميتها لكم أكثر من مرة مرحلة الكرادور، نحن لا نزال في مرحلة الكرادور، يعني لم نصل إلى مرحلة في اعتراف سياسي بنظام سياسي جديد حتى نتكلم بأنه ما هي الدور تبعنا. أدعو وأوصي المؤسسات قاطبة من هنا حتى يتم الاعتراف السياسي بنظام سياسي جديد، التثقيف والمشاركة المدنية، وعلى الرغم من الحفاظ على التنوع، وإن كان التنوع تأتي صورته واضحة خلال الفترة الثلاث سنوات أو الأربعة يعني تقريبا القادمة. فالمشاركة المدنية ضروري، بناء القدرات موجودة هنا، المركز البريطاني يساهم في 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 في, في تنمية القدرات، مؤسسات المتحدة جي آي زد وغيرها، المرأة وغير المرأة، العمل الخيري المثالي مثل الدكتور الأخوة الدكتور الممثل المؤسسة الوطنية سورية الأخ علاء ربما يتكلم أكثر مجتمع مدني. فما أحببت أن أؤكد عليه، المشاركة المدنية هي مشاركة سياسية ولكن بدون لوم وبدون فصيل حتى المؤسسات تصل في صناعة مستقبل سوريا. شكرا. Thank you for that question. That is very nice way into my question. My name is April Pham and I'm a gender advisor with the UN here. Thank you very much to our esteemed panelists. I think that was a very engaging discussion. So thank you so much and I feel very honored to be here. And I just wanted to make a question to the whole panel. Some of you have touched on the importance of evidence and research. And I think this is so critical because when we talk about evidence and research, there is plenty of evidence and research that shows when women participate and are involved in all aspects of the peace process, we have much stronger chance of peace lasting and lasting longer. So unless we don't want peace, because it seems like we don't, because women are not engaged in all parts of the peace negotiations, I wanted to link this to your own personal accountability, because some of you also talked about issues of accountability. How do you, as leaders of this network,
promote and foster the participation of women, not only in the humanitarian response, but also in those at those tables where important decisions are being made. Thank you. أتكلم على طول كده. It is أعوذ بالله. أصل مش هقعد هغني عليك لوحدي. ما عندنا مثلا عبد الحليم حافظ وبعدين أم كلثوم. لا أنا كده طيب. The role of woman is vital and essential. Cross cutting. Woman is my mother, is my wife, is my daughter, is my auntie, is my grandmas, everywhere. Has to be respected, okay? Has to be respected. She has a valuable role to play. Our culture is not our religion. Unfortunately, our culture become our religion. And we listen to people who were very, very narrow-minded. I mentioned at my introduction's comment about the one who was behind the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was his wife. She was taking him by the hand to visit men, or men's. مش كده برضه بالانجليزي؟ مش كده يا men's؟ يا رجالة. To visit men's. Okay, sorry. It's my language, huh? This was the leading example. Okay? So why you are not following the example of our teacher, sallallahu alayhi wa sallam? I believe in it. صباح الخير أو مساء الخير، السلام عليكم. السؤال الثاني هو من الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإنسانية والإغاثة. أنا أؤكد على مقالات ويمكن أنا ما كنت حافظة ضمن السؤال، بس اللي قالت قبل ممثلة اليو إن هي معها حق فيه 100%، وهذا يمكن واحد من أساسيات الحديث عن المجتمع المدني عندما نتكلم عن دوره، بمعنى من يؤدي تلك الأدوار. هي أدوار متعددة، وأكيد دور المرأة أحد الأدوار الهامة والحيوية. وأنا أعتقد لا يجب أن تكون المسألة على أساس أنه المرأة لابد أن تقوم بدور بصرف النظر عن ماذا هو. في النهاية المرأة هي مواطن أساسي أو عضو أو إنسان، لذلك نوعية الدور هو على أساس تلك المؤهلات التي تملكها والاستعداد، وكيف يمكن تطويع ذلك الاستعداد إلى قدرات فعالة. بالنسبة للأسئلة في سياق ما طرح وما ذكر من الدكتور هاني عن تخصص المنظمات أو لابد أن تكون متخصصة، وهذا أنا أؤيده 100% لحدوث مسألة التكامل. وما تكلم عن الدكتور بخصوص المعارضة، إنه مسألة إنه لابد أن تكون هناك معارضة أو غير معارضة. أنا أعتقد أولاً هل منظمات المجتمع المدني سواء المنظمات السورية أو بشكل عام، يمكن هنا الحديث عن المنظمات المجتمع المدني السورية، هل تضع برامج التوعية يعني موضع أساسي في أنها وصلت بمستوى أنه هناك معارضة أو غير معارضة، وهل المعارضة سياسية فقط أو غير سياسية؟ هذه بدأ أولاً هو مهم، لكن الأهم من عند العودة وفي مرحلة الإصلاح وإعادة الإعمار مسألة المواطنة قبل كل شيء. المواطنة بصرف النظر عن مسألة المعارضة أو غير المعارضة، لابد أن أكون متدخلاً وبشكل إيجابي، ليس صدامي أو انفصالي. رقم اثنين، السؤال بالنسبة، أنا يمكن لست على مستوى من الوعي بالمعرفة عن منظمات المجتمع المدني السورية كلها، فأنا هنا أطرح تساؤل: هل هذه المنظمات، وفي سياق ما طرح أيضا، هل المنظمات المتواجدة هنا تمثل كل أطياف المجتمع السوري بصرف النظر عن الدين أو الطائفة أو الحزب أو المعارضة أو عدم المعارضة؟ هل هي متواجدة؟ وإن لم تكن، هل هناك فعلاً استعداد لتواجد مثل هذا التباين وعدم التجانس ليصبح تجانس في يوم ما؟
لإعادة الإعمار في سوريا بشكل حقيقي. شكرا. تسمحي لي بس بمداخلة شيخ خاصة قبل السادة الضيوف، بس أنا حكيت عن موضوع تمثيل المرأة أنه يكون حسب الكفاءة، أحيانا بيكون في كوتا نسائية لتمثيل نسائي معين، بس باختصار إذا كنت معي فكرة. إيه طبعا أنا مع الكفاءة صرف النظر، ما أعتقد المسألة لازم تخضع للكوتا. يعني إحنا في مرحلة حساسة جدا، في مرحلة بناء، يعني خليها مسألة أولا في وإعادة الإعمار. أكيد أنتم في أعرف أيضا مني، سيكون على مراحل، وهناك كثير من الخبراء الذين ممكن أن يضعوا تلك الخطط التنفيذية التي ستحول الإعمار إلى بناء حقيقي. فلذلك الكوتا هذه أعتقد ممكن تكون في مرحلة لاحقة، ولكن ليست في البداية. الكفاءة أهم في هذه المرحلة. أنا بشكر الشيخ حصة على السؤال، وراح نكون إجابتنا بمنتهى الجرأة. نحن حقيقة في منظمات المجتمع السوري اللي انضوينا تحت شبكات واتحادات، يوجد بعض الشبكات يوجد فيها حقيقة تنوع، وهناك قسم لا يستهان به ويجب ألا نخجل أن نذكره، لا يوجد به تنوع. العذر الوحيد الذي نستطيع أن نلتمسه لأنفسنا أن هذا النظام البوليسي الأمني يستخدم طرق التوائية والتفافية، حيث يخاف كثير من الطوائف الأخرى بالإعلان عن نفسها بالانضمام لهذه الشبكات أو هذه الاتحادات. ولكن نأمل قريباً جداً أن يكون هناك ظهور لهذا التنوع المخفي في هذه الفترة. بتمنى أكون وصلت الإجابة بالشكل الصحيح. أنا مصطفى السيد، معكم مصطفى السيد من البحرين. بما أن الموضوع عن الأزمات الإنسانية وعن أعمال التطوعية والخيرية، أنا أركز على السن المناسب لزرع هالمبادئ في عقول الناس. السن المناسب سن الشباب بالنسبة للسلامة، للبيئة، لمساعدة الجار والآخرين، لموضوع الأعمال الإنسانية. أعمال إنسانية مو بعملية سياسية بين هالفئة وهالفئة، بالعكس تروح تساعد الفئة الثانية لما ينتمي لمذهبك ودينك أسرع. يعني إذا أنت مسلم تروح للبوذي من نيبالي أسرع إذا تريد تنشر الخير والسلام في العالم. السن يجب تثقيف الشباب على الشيء، يجب معرفة المبادئ، العدالة، الخير، المساواة، احترام الطرف الآخر، احترام الفكر الآخر، التعاون مع الجميع، مع الحكومة، مع المعارضة، مع الكل. احنا ما علينا عمل إنساني. أهل السماوي يقول اللي حصل هذا السلام لما تقرأ الأدراس، قال في جملة المشهورة doesn't matter for whom the gun goes. في نهاية تخطيط الحرب الإسبانية they're all human being, a part of the main, a piece of the conflict, so doesn't matter. لازم تساعد كل واحد. هاي بالنسبة للعمل المهني، توعية الناس وتشجيعهم على القراءة، من البيئة إلى أعمال كثيرة. وأيضا بالنسبة للتربية الصحيحة من السن المبكر، نعلمهم يكون عندهم حصالة لو دينار، ربع دينار، يجمع صفة يومية رأس الشهر فيه ويوزع. أنا تعلمت هاي من بنت سورية اسمها ملاك، لاجئة في مخيمات الزعتري، وجات البحرين بحضور عدد منكم، حاصلة على عدة جوائز من الأمم المتحدة، من متفوقة من الأوائل على سوريا في نفس المنهج، وأيضا شخصية رائعة بعد دوامها وخدمة البيت تروح تساعد الناس عن محو الأمنية وتشجعهم على الدخول بالمدارس. وهي في اللاجئة في محل جدا صعب، جات البحرين ألقت كلمة أمام 250 من كبار شخصيات العمل الخيري، رجال أبكتهم بقوته وبشجاعته وثقته، وتكلمت ارتجالي، بعضكم موجودين رؤوسكم الآن.
هاي اللي أنا أريده. إحنا غير نختلف. الاقتصاد العالم هارفارد بيقول الآن نجاح الشركات مو بس على الربحية، على عملها الإنساني، جزء من عملها عمل خدمة المجتمع وبناء المجتمع مثل ما قال سدهاني من الرجل إلى الرأس. وما أصعبه إن تروح للطرف الآخر تقول أنا مو بأحسن منك، لا أنا أختلف معك، بس الاختلاف هاي مو معناته نردك أبدا. فإذا أكرره، السن المناسب لتثقيف الناس على بعض المبادئ الصحيحة، نخترق المجتمع بكاملة، وانتو ظروف سوريا استثنائية وصعبة وانا قدره، بس هاي ما لازم يبعدنا عن المبادئ اللي ذكرها ديننا الحنين وشخصيات مثل إرنست هيمنغواي وغاندي وغير. شكرا. رح ناخذ بس اخر سؤالين لانه الوقت تقريبا انتهى، نتمنى يكون بس الاسئله مختصره مباشره. الدكتور اسعد الاسعد مدير تنفيذي لهيئه ساعد الخيريه. اشكر الاستاذ علاء على السؤال الذي فجر قنبله، وهو ماذا لو توقف الدعم الدولي؟ والحقيقه كل الاجابات التي دارت في هذا المقام الكريم لم تروي غليلي، وأوجه السؤال لأستاذي القدير، ماذا لو أن بلاد الوقت يعني أدارت لنا ظهرا لجنب وأصبحنا في السبنسة في سلم الاهتمامات العالمية، ماذا سيحصل؟ اسمح لي أن أقول أن من الأهمية بمكان أن تغير المنظمات بوصلة الاهتمامات وتنتقل من السلة إلى المشاريع التنموية التي ترتقي بالإنسان السوري والكفاءات السورية التي عمرت العالم وأحالت الصحارى والفياف والقفار إلى بلاد عامرة، كيف نعينها على أن تكون هي يد معطية وليست آخذة، ويد عليا كما كانت وليست سفلى، لأنه ما حك جلدك مثل ظفرك. في باب التوصيات أرى أنه من الأهمية بمكان، وهنا أيضا أشدد على توصية الأخت الكريمة الشيخة حصة، يعني كيف نركز على أن يكون التطوع هو مسؤولية وليس ترفا نقوم به أو برستيج في المجتمعات، لأني حقيقة لم أرى محاضرة واحدة ولا برنامج تدريبي يعني في هذا الخصوص لتشجيع الكوادر المجتمعية على إخراج طاقاتها. في باب التوصيات أرى أنه من الأهمية بمكان بناء القدوات المجتمعية، لأنه دائما كانت تحضر لنا القدوات وتلمع، وهنا لا أريد أن نفكر كيف يكون لنا قدوة، أريد لكل واحد منا أن يفكر كيف يكون هو القدوة وهو المجدد والمطور لهذه الأمة. جزاكم الله خيرا. شكرا دكتور أسعد، بس أنت ورطت حالك، لابد أنك تتبنى لنا دورة بالتطور إن شاء الله. صباح الخير. أول اسمي طارق الكردي، أنا هون ضيف على المؤتمر، وبشكركم على الدعوة الكريمة وشكرا لحسن التنظيم وحسن الضيافة. بس أستاذ طارق في تعليق، بس أستاذ علاء مستأذنك بعد ما أخذ السؤال. والله هو متقصد يقاطعني، ها يعني أنت عم تساعده. طيب تفضل أستاذ علاء. لا هو يعني أسار نقطة مهمة صديقنا، وهو تعليق على الكلام اللي أنا حكيته. الحقيقة حكينا كثير عن محاذير اليوم، في واحدة يمكن ما حكينا، هي الشيء بسموه بعلم السياسة الياقات البيض، هذه الانتلجنسيا اللي بتحط حالها فوق المشكلة بتقول هي عم بتدير المشكلة. ما لازم نصير ياقات بيض. لذلك في كثير صديقنا العزيز، في كثير قضايا يمكن تنفيذها اليوم بطريقة مختلفة. السلة الغازية مش عيب، بس طريقة تنفيذها بتوضح هل أنت شركة تجارية اللي بأسست عمل مدني، كيف تنظم هذه العملية بطريقة حضارية وصحيحة لأجل رفع علاقتك بالناس وحفاظ على كرامتهم. هي هي المسألة الأساسية. كل الأعمال الغازية يمكن أن تفسر بالشكلين. إضافة لذلك في كتير أعمال مش بحاجة لتكاليف هائلة وقادرين نقوم فيها
بتكاليف منخفضة جدا، هي بالحقيقة دورنا الأساسي في العمل الاجتماعي. بس أمام ضغط الحاجة عم نضطر نلعب أدوار الآخرين. أرجو أن نخلص من هذه المهمة اللي هي عبء علينا وننتقل للدور الحقيقي اللي هو بناء مجتمعاتنا والتعاون مع الناس بسماعهم. أهم نقطة عنا اليوم نسمع الناس. الناس عندهم مرونة وقدرة على التكيف أعلى مننا بكثير، وعندهم حلول لمشاكلهم أفضل مننا بكثير. تعالوا نسمعهم بشكل جيد وبلاها هاي اللقاءات اللي بنخيل. خلونا مع الناس. استكمالا لأخونا بس 30 ثانية. أخ أسعد، في ورقة احنا عملناها كيف نأخذ جزء من مال الإغاثة للتنمية. هذا أستاذ بدر السميت فاكر الورقة اللي قدمت للهيئة، وأجيز هذا شرعا، إن من أول طلقة رصاص يمكن أن يأخذ جزء بسيط يعمل احتياط استراتيجي إلى أن تخف الحرب أو يتبدأ فيه تنمية في أماكن اللي هي ما فيهاش حرب أو نزاع. في حدود ده يمكن مثلا في حدود 10% أو 15%، مش الكل يعني. الاخ اللي كان هيتكلم مش غليلك بس، وانا بحب وقت الواق. طيب شكرا مره ثانيه. انحكى وشكرا للدكتور البنا اللي رجع مره ثانيه ذكرنا بالمفهوم الواسع للمجتمع المدني، لانه في بعض الاصوات اللي بنحترمها طبعا ضيقت المفهوم خلال الفترات الماضيه، مفهوم المجتمع المدني، وعملته حكر على المنظمات فقط. فشكرا للدكتور البنا اللي ذكرنا بالمفهوم الواسع للمجتمع المدني اللي بيشمل كثير جوانب بالمجتمع ما عدا الامني والعسكري مثل ما تفضل استاذنا. النقطه الاخرى اللي هي المشاركه بالعمليه السياسيه، يعني مثلا انا راح احكي شوي من صوب اختصاصي. موضوع صياغه الدساتير او بناء دستور بالاحرى ليس حكر على القانونيين، بل بالعكس القانوني هو وظيفته الصياغة والتأكد من صحة القاعدة الدستورية. أما من يبني الدستور هو كل شرائح المجتمع. كيف أنا بدي أبني دستور قانوني بدون ما يكون معي يعني ممثل عن المرأة، ممثل عن الشباب، ممثل. ولكن وعندي هون سؤال للدكتور الجندلي، اللي نحن عم نشوفه ببناء السلام الوطني خلينا نسميه وليس السلام المجتمعي، السلام المجتمعي كلنا شايفين الجهود اللي عم تبذلها منظمات المجتمع المدني ببناء بالمشاركه بعمليه السلام اللي عم تصير. عم يشارك المجتمع المدني، ولكن عم يشارك المجتمع المدني من خلال المفهوم الضيق مثل ما حكينا، من خلال منظمات المجتمع المدني. سؤالي هو هل يجري تقييم لأداء المنظمات أو ممثلين المنظمات في كل جولة تفاوضية؟ وإذا كان عم يجري فأنا مقصر بحق نفسي، ما عم تابع هاي الأمور، ولكن أنا أعتقد أنه ما عم يجري. وسؤالي للدكتور الجندلي هو رؤيتك، نظرتكم، كيف رح يتطور مشاركة المجتمع المدني في عملية السلام؟ اليوم احنا عم نشوفها هي محصورة بغرفة، بيعرف الأستاذ علاء غرفة المجتمع المدني، عم نشوفها من خلال بعض الخبراء اللي عم يستعين فيهم المبعوث الدولي. يمكن بكرة يجينا مبعوث دولي لي الرأيه يبني ياخذ خطة ثانية. شو البدائل تبعنا؟ شكرا وأسف لكم. شكرا دكتور طارق على السؤال. الحقيقة نحن كما تعودنا أنه لابد من المكاشفة بصراحة. هناك عمليات إعادة تقييم ولكنها ليست ترتقي للمستوى المطلوب اللي حضرتك عم تتفضل فيه دكتور طارق. ولكن الفترة الماضية شهدت حراك كبير جدا من منظمات المجتمع المدني الموجودة بتركيا، وتضمن هذا الحراك العمل على ولادة رابطة للشبكات السورية بدعم وتشجيع سواء من الأوتشا أو بعض الـ INGO مثل GIZ. نحن بنقدم لهم الشكر طبعا. الرابطة تسعى فعلا لدور حقيقي بتمثيل جزء من المجتمع المدني السوري
عبر مشاركاتها بالغرفة تبعيت جنيف أو غيرها من التمثيل اللي جاري على الساحة. وهناك مطالبات كبيرة من قبل الرابطة بإعطاء دور أكبر، وسنعد إن شاء الله بأن يكون هناك جلسات تقييم ومكاشفة للمراحل القادمة إن شاء الله. آخر سؤال. بس خلي ثواني بس بعد طارق العزيز ما زبط الكرة بملعبي. أول شيء طارق بنزل ما عدا الجولة الأولى، جولة 2 و 3 و 4 و 5 صدر من عنهم تقرير تقييمي، بمعنى كل جولة كانت تنتهي تصدر الغرفة عطاء الغرفة تقرير تقييمي. بعد الجولة الثالثة عملنا تقييم شامل، لأنه بعد الجولة الثالثة كان المفروض أنه المرحلة الأولى المتفاوض تنتهي ونحكي على هيئة حب الانتقالي، فعملنا تقييم شامل لدور الغرفة، وقدمنا مع التقييم رؤيتنا كيف يمكن نعيد هيكلة غرفة المجتمع المدني بالشيء اللي حكيته أنت بالذات، بمعنى مش هال 25 شخص اللي عم يقدروا هن للهدف، هدول وسائل. المطلوب أنه المجتمع المدني نفسه أن يعزز دوره في العملية التفاوضية وأن يكون تمثيله واضح. فاقترحنا على غرفة المبعوث الخاص، على مكتب المبعوث الخاص، شيء اسمه آلية المناطق الجغرافية. واقترحنا في المرحلة الأولى اللي هي بيروت عنتاب دمشق أن يكون في تمثيل للمجتمع المدني، ما كل الناس قادرين يروحوا على جنيف، يكون في يعني هيكلية كاملة لغرفة المجتمع المدني تشرك كل شرائح المجتمع في العملية، وبالتالي يكون ممثلين بالأخير يقدموا رؤية نهائية. نحن بانتظار الموافق على هذه الهيكلة حاليا، ما بعرف إلى أي مدى ممكن يتبنوها، بس سؤالك صحيح تماما. إلى اليوم فكرة إشراك المجتمع المدني هي مانديت حصل عليه لمستور من قرار مجلس الأمن، بس ما له هذه الصبغة القانونية. كل ضغطنا من الجولة الأولى إلى اليوم كيف نستطيع أن نحصل على 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 اعتراف قانوني بهذا الدور، ما يكون عبارة عن رأي شخصي للمبعوث الخاص. هاي واحدة من القضايا اللي محتاجين لتعزيز كل مجموعات العمل المدني دفع باتجاه قصوى على هيك هيك اصطلاح. الله يعطيكم العافية وحياكم الله جميعا. أنا طارق أخوان مدير البرامج في منظمة IYD. سؤالي صراحة بناء على عدة مداخلات كانت الأستاذ علاء والأستاذ الأفاضل لدور المجتمع المدني صراحة في هاي الأزمة في سوريا، في بناء المجتمع السوري صراحة المتضرر من الحرب. بعد هاي الفترة الطويلة من الحرب أنا بدأت أن سوريا يعني دمرت على جميع الأصعدة، وأهمها أنا باعتقادي هو الصعيد الثقافي، فنحن كان في ثقافة التدمير ودمار الثقافة للأسف الشديد. نحن بعد 5 سنوات ما حدا فينا إلا عم يحلم ويطمح أنه ننتقل بالمجتمع السوري للإنتاجية والاستقرار والتعافي والبناء، لكن من خلال صراحة 5 سنوات من النزوحات والأزمات والطوارئ انتشر عند المجتمع المتضرر ثقافة النزوح والأزمة. فنحن لما عم نحاول ننتقل بالمجتمع صراحة لحتى يكون بناء وفعال، فعم ننصدم بتحدي كتير كبير بثقافة الأزمة، لأنه المجتمع تعود على النزوحات ولا الطوارئ، واستكان الموضوع الاعتماد على السلي وابتعد نوعا ما شيئا فشيئا عن الإنتاجية. فببناء المشاريع التنموية تحديدا يعني نطمح خط الأساس أنه دائما عم نركز على بناء المنظمة كيف لازم هي تقدم أفضل خدمة وإلى ما هنالك تطوير السياسات والأدوات. لكن أنا برأيي بنفس الوقت لازم نعمل على تطوير المجتمع بحد ذاته، نحاول ننتقل بهذه الثقافة إنه المجتمع ينتقل لثقافة الإنتاجية، الثقافة عدم الاعتماد على الذات يبلش إنه يرجع يعتمد على نفسه بنشاطات اللي بتدر الدخل. أنا برأيي إنه صار في نجاحات بهذا الموضوع، إنه المجتمع بلش نوعا ما شيئا فشيئا يتعافى. لكن ما بعرف زمين بيوافقني بهذا الموضوع، انه الموضوع ثقافة العمل التشاركي الانمائي اللي ممكن يكون له دور كبير بموضوع النقابات، يعني في كتير تحدي كبير بهذا الموضوع بالنسبة للمجتمع انه يكون في مشاريع انمائية تشاركية صراحة. فأنا سؤالي يعني أساتي تباعا الأستاذ بانيتو، ممكن كمجلس بريطاني هل شايفين في بناء المشاريع الانمائية وجود هيك تحدي كمجتمع مستهدف بالتحديد كيف راح تتعامل معه؟ السؤال الأستاذ علاء،
كيف ترى دور المجتمع المدني حقيقة في رفع هاي الثقافة للمجتمع المستهدف؟ مثل ما نحن متفقين المستهدفين ليسوا زبائن. والسؤال الأستاذ الكبير يعني دروس مستفادة بالمجتمع المدني كيف ممكن يأثر بالمجتمع المستهدف؟ بس حابب أتأكد من السؤال لو سمحت إذا تعد لي إياه. السؤال عفوا هو كيف ترون في المجلس البريطاني هذا التحدي على 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 الأرض، وكيف ممكن أنتم مخططين للاستجابة لهي التحدي؟ إنه لما عم نبني أي مشروع يهدف إلى بناء المجتمع ويعني وتركيز على الناحية الإنمائية المجتمع، إنه يكون في ثقافة الاستكان من المجتمع المستهدف. أصدق على على المدى الطويل لازم يكون بأي شيء عم نعمله بأي تدخل بالمجتمعات يكون في عنا وعي بأنه هذا التدخل عم يبني استدامة. ما يكون تدخل هو هدفه فقط يعني توصيل خدمة مؤقتة. أي شيء بنعمله مثلاً وقت عم نعمل خدمات تعليمية كمركز بريطاني مثلاً، إحنا هلأ عم نركز على جودة التعليم. بالنسبة لنا الوصول للتعليم هو غير كافي، يعني وقت بيروح الطالب على المدرسة وبيتعلم المهم أنه يحصل على المعلومة بجودة عالية، مو فقط يحصل على المعلومة، لأنه نطلع على التعليم هو جزء بس من الاستدامة ومن الدخول على سوق العمل. يعني وقت الطالب بياخذ معلومه بجوده عاليه ويصير في عنده مهارات عاليه بيقدر يدخل على سوق العمل وبيقدر يستخدم مهاراته. فبالفعل يعني ثقافه الاتكال كمان حتى المجتمع، يعني عملنا ابحاث مؤخرا حتى المجتمع بصراحه حاسس انه الوقت حان انه نحن ننتقل لمشاريع تنمويه مستدامه طويله الامد. ما هي مشاريع الى وقت بدء ووقت انتهاء، ما يسمى بالبروجكت سايكل. يعني فمية بالمية يعني استدامة، ولازم يعني صار المرحلة كتير كتير ضرورية انه نبلش بانه اي شيء اي خدمة عم نقدمها ان كان خدمات انسانية اغاثية او ان كان تنموية، نطلع على كيف هاي الخدمة ممكن تضل مع الهياكل المحلية وممكن تكون مستدامة. بمعنى أنه وقت نفكر بالسياق المحلي أنه وقت نحن نقدم هاي الخدمة كيف ممكن تضل مستمرة بعد ما نوقف التمويل نحن. فبناء قدرات المجتمع المدني كاستراتيجية طويلة الأمد للمركز الثقافي البريطاني هي أولوية لإلنا. بناء قدرات المجتمع المحلي طبعاً، وحكينا مجتمع مدني عم نحكي على المنظمات يعني اللي هن ضمن المجتمع المدني. فبناء قدراتهم وبناء القدرات المحليه على بس الاستدامه بالخدمات، وطبعا مثل ما اكدت كمان على جوده الخدمات. طيب سؤالك مهم طارق، بنختم فيه لانه يمكن تاخرنا. اول شيء خليني اقول حقيقه صادمه اليوم، انه لم يبقى هناك مجتمع مدني خارج مناطق النظام، حيث البنية والتواتر والمكوس في المكان. كل سياسة العمليات العسكرية كانت من أجل هد أي بنية مدنية كنا عم نساويها. لذلك رقم واحد، ما نفكر بعقلية المجتمع المدني في مناطق خارج النظام. نحن ممثلين المجتمع المدني السوري ككل، وبالتالي هون بيضل عنا يعني مفهوم سوريا الفعالة اليوم هي سوريا الناجية بالحقيقة من هدم البنية التحتية. هي سوريتنا نحن، مش سورية النظام على فكرة، ورح نحافظ عليها مثل ما بنحافظ على كل ما أنجزناه في العمل المدني في مناطق أخرى. المفارقة التاريخية في سوريا إنه في مناطق غياب المجتمع المدني بسبب العمليات العسكرية المستمرة، في أنشط مجموعات مدنية على مستوى سوريا. وفي المناطق اللي حافظت على شكل من أشكال بقايا الدولة والمجتمع ما في نشاط مدني. اليوم بلش النظام يبدي شكل من أشكال التراخي تجاه رفع وتيرة العمل في مناطقه، لأنه عم يفكر في عدد العمار والقروض. هذا نصر حقيقي إلنا، اللي نحن استطعنا أن ندفع المجتمع كله ليتبنى خطط جديدة في المستقبل. هاي برأي بعض المؤشرات اللي لازم نشوفها. نحن عم نفكر وين رايحين،
نحن اليوم لسنا المجتمع المدني لمناطق خارج سلطة النظام، نحن المجتمع المدني السوري. بهذا العقل نعرف شو نشكل مخرج المخارج الحل في سوريا. 30 ثانية في الاقتراح اللي قلته مكان مع الهيئة. صراحة أنا تأخذوا بيوم تأخذوش، أنتم حرين. أول طلقة رصاص، تلت للإغاثة النوعية، وتلتين للإغاثة التقليدية. لأن مش هنعرف نجمع مفتبرعات بعد الأزمة، بعد الإعلام الأخير ما يغيب. تلتين دول عم بيوم الأكل والشرب الحاجات دي. التلت ده بنقسمه لتلات أتلات، لو تسعة وتسعة وتسعة. 10% تنمية في الأماكن اللي هي فيها أمن واستقرار، 10% تانية بناء كوادر مجتمعية الآن، وأشد عليها ليه؟ لأن مش هيجي لي فلوس لا من الأمم المتحدة ولا مجتمع دولي ولا خليج ولا حاجة بعد الإعلام ما يغيب. الجزء الثاني 10% التالتة دي للأدفوكاسي اللي هو المنصة والإعلام، اقنع المانح بهذا، تبني مجتمع مدني من ساعة الصفر. والسلام عليكم ورحمة الله. قوموا لصلاتكم. شكرا جزيلا للضيوف. بس قبل الختام بتكريم للسادة الضيوف من قبل هيئة الإدارة الإنسانية الدكتور محمد جندلي.